مرحبا، حلقة جديدة من أجندة منترافق فيها لنتابع آخر الأخبار على الساحة الفنية الثقافية الاجتماعية والسياحية، والبداية مع القطعة الفريدة والساحرة من دار معوض للمجوهرات فانتاسي برا من فيكتوريا سيكريت. هالقطعة المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة ويلي بفوق سعرها 2 مليون دولار تم الكشف عنها ببيروت بحدث جمع نخبة من المجتمع وأهم وسائل الإعلام. تفاصيل أكثر بهالتقرير. كنت معوض صار له تقريبا 15 سنه بشتغل مع فيكتوريا سيكريت، وعملنا لهم 12 برا. اليوم بالمعرض عندنا بالداون تاون بيروت حنعمل الانفيلينج، حنوجه البرا للبرس، ومن بكره وطالع للببليك. صحيح، صار لها تقريبا 6 شهور عم بتلف بالعالم كله. هلا اجت على بيروت، عملنا انفيلينج بالجراند هيلز من شي شهر، واليوم مره للبريس وللببليك بكره. هالبرا لبسته ليس، هي برازيليان موديل فيكتوريا سيكريت. البرا حقه 2 مليون دولار، مليونين دولار، وعنده فوق 6000 حجره، ملبس من توباز، الميز، وسفير، سفير ابيض ويلو. هل برا للبيع، بس مبدئيا ما في كتير زباين بيشتروا هيك اشياء، بس هو للبيع. نعمل لفيكتوري سيكريت بس للبيع، بيلف بالعالم وان شاء الله ينبيع قريبا. ومنبقى بعالم المجوهرات والقطع الفريدة مع الافتتاح الرسمي لمحلات جيهان الرائدة بعالم المجوهرات بقلب الأسواق التجارية بوسط بيروت، ويلي كشفت من خلاله عن مجموعتها الجديدة يلي بتتميز بالأناقة والروح الشبابية. الافتتاح، الحضور والمجموعة مع كاميرا أجندة. فينا نقول باك، جيهان از باك، لانه احنا دائما مثل ما ذكرت انه موجودين بس متحركين، منغير حسب هالبلد منغير. بقى هلا قررت انه حابه ارجع اكون بداون تاون بيروت، لانه اذا بتفكري بيروت كلها وين ما فكرتي ما الك انه كايمج وكجولري وكلكجري الا داون تاون بيروت. كتير مبسوطة اني بسبيسيفيكلي بسوق بيروت، وانا كتير عندي هيك امال على هيدي المنطقة انها بعد رح تعمل بومينج اكتر. ولانه كل حدا بيقول لي جيهان رجعتي عم تفتحي بالداون تاون، قلت لهم صراحة هي بتضل احلى مطرح. عنا كذا لاين جديد، اول شيء الكيوب اللي انعرفت فيه جيهان
جددنا، عملنا ايكونيك كيوب، ضفنا له روح جديدة، صار حامل ستيل المودرن يلي هلا بتعرفي الموضة التياب انه لازم بس تلبسي الجولري تلبق لها، وما فيها التياب تكون حلوة بلا جولري، بتلونها وبتعطيها هيك نضارة. كل شيء بشتغل عليه هو اني بحافظ ان هالقطع تضلها تنلبس باي وقت. انا جهتي مجروحه، ما راح احكي عن الكوليكشن، بقول مبروك لجيهان، مبروك لسوليدير انه فتح يعني هيك محل بيستقطب ناس من برا، بيجوا ناس خصوصي، شايفين انتو من لبنان، من خارج لبنان كتار موجودين. بتمنى لها التوفيق وايام حلوة مثل غرادة الحلوين. بريك صغير منرجع معكم لنتابع حلقة اليوم من أجندة، خليكن معنا. بخطوة لافتة استضاف كازينو لبنان معرض سالون دو لافام من تنظيم ام اند او. هالمعرض الانثوي بامتياز مختص بكل شيء بهم السيدات، من الصحة والنظام الغذائي ومستحضرات التجميل ولوازم الاعراس والمجوهرات والازياء والموضة والديكور والطبخ والسفر، ليشكل عنوان لكل ست وصبية بلبنان والعالم العربي. اليوم معرض بكازينو، هيدا أول مرة بيصير بكازينو لبنان. نعم. معرض كله دي بيجو، في ديزاينر، في أشياء أرتيزانا، في لافل ايجنسي، ودي تابلو، دي اكسسوار، كل شيء بيتعلق بور لا فام. يعني سي لو سالون دو لا فام، يعني بينعمل اول مره بكازينو لبنان. صار لنا اكثر من 20 سنه بننظم معارض. نحن بلشنا بين فينيسيا لبريستول، بكل المحلات عاملين كثير معارض. حبينا السنه لانه لقينا كازينو لبنان انه أول مرة بيستضيفنا، حب إنه نعمل عنده هالشي، ونحن بتفوتوا على الويب سايت تبعنا لو سالون دو لا فام. أنا عندي مجوهرات كلها أشياء صغيرة، فاسيل أبورتي. كل مرة بقول إنه بيجوياتي الباريورات بعملهم على الطلب، بس الاشياء اللي بنبيعها كل يوم، الاشياء الجن بيلبسوها، الاشياء المدامات اللي بيلبسوها، ما بقى عم نلبس هلا على المناسبات اشياء كبيره لانه بنحسها اتس اوفر. عم نلبس اشياء على بورتي هيك بيعطوا ستايل بدون ما يكونوا اوفر. اليوم النهار كتير حلو هون بالكازينو دليبان، خصوصي صالون للستات، صالون دي لا فام، وهذا اهم شيء. وبتعرف الستات خصوصي هون بلبنان كتير بحب كل شيء حلو، وبتشوف الاليغانس كل الستات وكل شيء، وخصوصي هون بالكازينو دليبان بتعرف المنظر اغلى منظر، وهذا كتير مهم للسياحه للبنان. تفاجئ ان الكازينو لبنان كان من زمان هو ما كان في غيره، وكان اهم كازينو. وهلا ما رئيس مسيو رولان الخوري رجع عم برجع مثل قبل.
تعمل ميزون سميرة معتوق بافتتاح فرع جديد بلبنان وتحديدا بمجمع أبي سيفردا بحضور حشد من الشخصيات الاجتماعية والدبلوماسية والإعلامية، ويلي جمع بين ثقافة القهوة بأجواء تخلل عروض فنية، ويلي بشكل استمرارية لهالشركة يلي بدأت سنة 1961 بلبنان. بقول انه نحن لبنان والامارات بلد واحدة، وحابة اعمل هالنقلية نجاح من الامارات مثل ما طلعنا من لبنان للامارات، وان شاء الله الامارات ولبنان حيكون في انطلاقة جديدة الى انحاء العالم، انطلاقة ان شاء الله من لبنان والامارات الى الخارج. وانا بقول انه معتوق موجود من سنة 1960، رجع ورجع إلى التاريخ والتاريخ يعيد نفسه. وبس بدي أقول لكل هاللبنانيين إنه هيدا فرانشايز إلى أنحاء العالم، وعاملين سكول أكاديمي وحابين هالسكول أكاديمي تكون لكل الجيل الجديد، وأنا بشجع كل إنسان حابب يكبر ويتطور يتفضل يزورنا بمصانعنا وبمؤسساتنا، ونحن الحمد لله صرنا بالعالمية، ويلي من جد وجد من زرع حصد. اليوم حدث كتير مهم للبنان، حدث نحن كلنا بنفتخر فيه كلبنانية، انه السيدة سميرة معتوق عم تفتتح فرع ميزون سميرة معتوق بأبي سيفردان. نحن بنعرف انه سميرة معتوق اسم من التاريخ، انا كمان ببرنامجي قبلتها، وهي ملكة بالامارات، حصلت على الجنسية الاماراتية، وهذا بنعرف قد ايه قليل لانه عندها مصانع بن بالامارات واكثر من 30 فرع ميزون سميرة معتوق بين دبي وابو ظبي وشارجة والى اخره. بإطار المهرجانات الدولية بلبنان، افتتحت رئيسة مهرجانات سوري السيدة رندا بري مهرجانات سوري الدولية بليلتها الأولى مع الفنان جي مانوكيان، لتستكمل بحفلات عديدة منها مع الفنان لطفي بوشناك، عاصل حلاني وغيرهم من الفنانين. بالأساس مهرجانات سور والجنوب الدولية هيدا اسمها، يعني مش حكرا على سور، مع أنه سور هي بلد المعلم قدموس، البلد اللي طلع منها الحرف إلى كل أنحاء العالم. ومش أول مرة السيدة رندا عاصبري اللي هي رئيسة مهرجانات سور والجنوب الدولية بيكون في عندها نشاطات خارج سور. يعني قبل كنا رحنا على بنت جبال، رحنا على تبنين، رحنا على عدة مناطق، واليوم قدر قلعة الشقيف انه يكون غير شكل عن كل السنوات، وكأنه عم بتعيد التاريخ. النقلة الجغرافية تزامنت لانه القلعة شرفت على انتهاء ترميمها، وحابين بالتالي نفرج الناس على القلعة يلي كتير من اللبنانيين حتى وبعض الجنوبيين يلي ما بيعرفوا انه هي موجودة الحقيقة. فهو صرح من اهم 7 قلاع بلبنان، مطلة على 4 دول بالعين المجرد بتنشاف، فمعلم أثري ثقافي سياحي من أروع ما ممكن. ونحن دايما من أهدافنا لجنة مهرجانات سور ضمن النظام الأساسي أنه لازم أن نقيم حفلاتنا على مواقع أثرية سياحية لتنميتها وللقاء الضوء عليها لأكثر ناس تعرف فيها. السنة له ميزة خاصة، له طعم خاص، له نكهة مختلفة كمان خاصة، كون هاي القلعة يمكن أول يوم من زمن طويل بتحس بحالة الفرح العام اللي جايين من كل لبنان مش بس من منطقة الجنوب، وجايين لتكريم هذا الصمود اللي مر على القلعة
ونكرم اللي ضحوا بحياتهم وزرعوا دمهم بهاي الأرض. بريك صغير منرجع معكم لنتابع حلقة أجندة لليوم، ما تروحوا لبعيد. جاكي أو صار له سنتين بصيفي ببور سايد، عنا السانسيت اورز وعنا دينر اورز وعنا سهرة للي بيحب يكون عنده بيرثدي اور سمثينج. نحن المحل اتس ا نيو كونسبت ان تاون، ونحن حبينا نكون اكثر عم يعطي كل الاوبشنز للعالم. يجولي بلبنان مثل ما بتعرفي في محل العشاء بيكون لحاله از ريستورنت، مطعم تنزلوا فور اونلي دينر، وبعدين اذا حدا بده يرجع يكفي سهره بعدين عم يرجع يعمل على غير محل. جربنا نعملها اذا بدك ما بدنا نسمي باي بلد، دائما برات لبنان في عندهم هيدي المحلات، سبيشلي لندن دبي بيحبوا يروحوا على محل واحد يتعشوا ويبقوا بالمحل. حبينا نخلق هذه الاكسبيرينس ببيروت لانه اللبناني كمان بيحب يكون بمحل واحد يكفي عشاء، احلى ما يغير محل تاني بيضل بنفس المحل. سو كونسبت جاكي او هي اكثر انه اوربن لاونج، واذا عباله حدا يتعشى ويفل بكير فيه عباله يطول بالسهره كمان فيه. حبينا نعملها بالصيف على بورت سايد اللي هي كلها منطقه مكاتب ما فيها سكن، ومشان ما يكون حدا من الجيران يكون في ازعاج بموضوع الميوزك. أقامت شركة MC International Awards حفل عشاء السنوي 36 على مسرح كازينو لبنان، ويلي كرمت من خلاله شخصيات طبعت عالم الفن والجمال والإعلام والموسيقى والطب والعمل البلدي والاجتماعي والسياسي والسياحي. كل التفاصيل بهالتقرير. كنت قدمت على مسابقة تبع ميس أرب توب موديل قبل يمكن 6 شهور، وقبل شهرين جيت على بيروت للكاستينج، وقبل أسبوعين تبلغت إنه تأهلت للفاينل، فهلأ أنا جيت حتى أعرف النتيجة. نازل ليلى عم يستير، وأنا كتير مبسوطة إنه أكون هون خصوصا إنه بالكازينو ومع شركة الأمسي اللي بتتوج أحسن بتوج اهم الممثلين. البوم اليسا هلا ان شاء الله ينال اعجابكم، كله كان موزع على اغنيتين واشرفت على الاغاني الباقيه من عندي من الاستوديو. اخر اغنيه للنجم ايمن امين اغنيه انت وبس، وعملت قبلها للفنان ايمن زبيب وللفنان معين شريف، وآخر أغنية غناها الراحل الكبير العملاق وديع الصافي كانت من كلماتي وألحاني. بعتقد
انزلحنا لجنس مطلع برام اياسي، 36 عمل كان بكازينو لبنان، 36 عمل كنا مؤمنين تكريم الانسان ببلش من ادق التفاصيل نشتغل عليها للقيمه والقدر اللي نحن بنفتخر فيها لالو. هيدا العمل مرقنا بتجارب كانت كتير مهمة وبنفس الوقت كانت كتير صعبة، لما كرمنا على صعيد العالم ملكات مثل الملكة إليزابيث ورؤساء وغيره. بعمل اليوم فخر لألنا تكريم محافظ ميسان، أو إذا بدك فينا نقول رئيس الوزراء العراقي القادم السيد علي دواي. طبيعي عنا أسماء كتير كبيرة كلهم قدر وقيمي. هذا الحدث يلي شرفني، شرفتني شركة MC International اني اتكرم فيه، بعتبر تكريم ووسام على صدري، وبشكر دكتور فادي وصديقنا استاذ عماد على هاللفتة والكتير حلوة، واكيد هذا الشيء بحفزني وبحفز الاشخاص يلي راح يتكرموا كمان يكونوا عم بيعطوا اكثر لهالبلد تنوصل لبلد كلنا بنحلم فيه. كثير حلو اصلا انه الانسان يحس حاله مكرم، اول شيء هيدي قيمه لإلي، هيدا فرح كبير لإلي لو مين ما كان يتجه على، بغض النظر اذا الامسي انترناشونال اوورد يعني معروفه قد ايه عندها مصداقيه بالتعاطي، بس اي حدا بيفكر بالحياه انه يكرم حدا يعني عم يعطيه قيمه يعني بيعني له، فاكيد هيدا فرح، مصدر فرح لإلي. وهيدي كانت حلقة أجندة لهالأسبوع. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الثقافية الاجتماعية والفنية، فيكن ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكن ترجعوا تشوفوا الحلقة على futuretvnetwork.com، وأيضا فيكن تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك هي أجندة on future TV. You can follow me على الإنستغرام زينة جنبي كلمة واحدة. بودعكم وبقلكم باي.